السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي، ومرحبا بكم معنا في درس حلقة اليوم. اليوم إن شاء الله سوف نطرق إلى درس جد مهم، ألا وهو كيفية رفع درجة الصوت في جميع هواتف الآيوس بطريقة جد سهلة وبدون الحاجة إلى الجيلبريك أو أي شيء، لأن الكثير من المتتبعين الكرام يعانون من هذا المشكل في هواتفهم الآيفون. أولا نقوم بالذهاب إلى سيتينجز بارامتر ريغلاج، ثم نقوم بالنزول إلى الأسفل إلى ميوزيك، هنا كما ترون إلى ميوزيك، ثم نقوم بالضغط عليها والنزول إلى الأسفل، ثم الذهاب إلى فوليوم ماكسيمال، ثم نقوم بإزاحة هذه إلى أقصى اليمين هكذا، ثم نقوم بالرجوع. وإن شاء الله بعد تطبيق هذه الطريقة ستلاحظون ارتفاع في مستوى صوت هاتفكم الآيفون. أتمنى من صميم القلب أن تعجبكم درس حلقة اليوم. إذا أعجبكم درس حلقة اليوم لا تنسوا الضغط على زر لايك، لأن لايك منكم في متابعة تشجيعي، وكذلك إذا كانت هذه المتابعة لكم لحلقاتي لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب أو سبسكرايب أسفل الفيديو من أجل التواصل بجديد الفيديوهات التي أقوم بنشرها. إلى اللقاء، إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.